نجي للجميع كامل واحد يفتر على خير الحياة سألوا لنا هذه السمارة على منطق على نشكر جهود بالقام بالاستماير ونشكر جهود الخدمي بالترجيع إلى مناطقنا. ونطلب بأسرع وقت أن يسلمون استماير لرجاء مناطقنا. مناطقنا محررة كل شيء ما بيها. ونشكر الجهود الأمني والخدمي لرجاء مناطقنا في الموصل. اليوم كان لنا زيارة إلى مخيم الخازر للاطلاع على واقع ومشاكل النازحين. من أكثر المشاكل الموجودة في المخيم هو تفعيل عودة الناس إلى المناطق المحررة، وأيضا التنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين باستكمال هذه الاستمارات وتوزيعها على جميع العوائل الموجودة التي تريد العودة إلى المناطق المحررة. أيضا كان هناك مشاكل في قسم من الدوائر التي لا زالت لم تباشر في هذه المخيمات من أجل إعادة رواتبهم في أقرب وقت ممكن. أيضا نحن اليوم نأكد على الدور الموجود في إدارة المخيم وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين من أجل استكمال كل احتياجات النازحين في هذا المخيم. حسام الدين عبار، عضو مجلس محافظة نينوى.